شكرا سيدة النائبة. سيد النائب، هذه الحكومة تولي أهمية بالغة لعملية مرحبا لتتحظى بالعناية السامية صاحب الجلالة نصره الله وإياده. بالنسبة لسنة 2023 دخلوا أرض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية 3.2 مليون مغربي مقيم بالخارج من 5 يونيو إلى 15 شتنبر، 1,700,000 بحريا و 1.5 يعني 1.5 مليون جويا. وإذا ما قارنا هذه الأرقام بسنة 2001 كانت كالتالي 1.3 مليون إجمالا، منها 1,100,000 بحريا و 200,000 جويا فقط آنذاك. هنا تنشوف التأثير ديال سياسة الأجواء المفتوحة على الجالية المقيمة بالخارج، حيث تضاعف عدد مستعملي النقل الجوي 7 مرات في ظرف 20 سنة، في حين تضاعف عددهم تقريبا 3 المرات. فيما يخص إتمان التذاكر كانت جوا أو بحرا في بلادنا، عرفت بالفعل ارتفاعا مقارنة مع ما كانت عليه سنة 2019 قبل الأزمات المتتالية الدولية من جائحة وتقلبات جيوستراتيجية، وكما هو الحال عالميا. تتبقى في نظرنا المنافسة الشرفية وتنويع الشريفة وتنويع العرض هما الرافعتان الأساسيتان لتحسين أثمنة التذاكر. فيما يخص الخطوط الملكية المغربية، تقوم الشركة الوطنية بتعزيز خطوطها خلال هذه الفترة، أوروبا 10%، أمريكا الشمالية 13%، كما تعزيز النقل الداخلي عبر محور البيضاء. بالنسبة للأثمان ديال الخطوط الملكية، هي تتخضع إلى تدبير تهدف إلى ملائمتها مع السوق من أجل تقوية توازناتها المالية بهدف إنجاح مخططها الاستثماري المرتبط بالعقد البرنامج، اعتمادا على مداخلها الذاتية بهدف حصر مساهمة الدولة في رأس مالها في أقل مستوى ممكن، حتى لا تؤثر على ميزانية الدولة التي يجب توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية. وجدير بالذكر أن الأجواء المفتوحة تمكن المواطن المغربي المقيم بالخارج الولوج إلى خطوط مباشرة مع الشركات الدولية للبلدان المعنية، وكذا الخطوط الغير مباشرة عبر المراكز لتلك الخطوط، علما بأن التذاكر الغير مباشرة تكون أقل كلفة ب 20 إلى 40%، وهذا النموذج هو السائد عبر العالم. وشكرا.